أنا جربت جمس، أنا شغلتي سيارات جمس، ما أشتغل ما أكد إلا على جموس، لازم بعد 1000 كيلو جيبه صح تغير زيوته. أنا قيري الجمس حقي قبل حوالي 7 شهور راح القير، القير خرب وأنا داخل، ومن فضل الله ما خرب اليوم دخلت الدير، يوم قفت عند الشارع أعشق ما راضي. يوم رحت للسوداني الله يوفق أخونا السوداني مهندس، قال لي شيخ سليمان الزيت وين هذا منحرق 100,000 ماشي 100,000. قلت له قال لازم بعد 60,000 تغيره، يعني احمد ربك لي يعني هذه انت وش تسوي بالسياره؟ قلت والله انا احط فيها زمزم واقرا عليها ابغى البركه. قال اجل بركه الزمزم زودت 40,000 ولا 60,000 لازم يخرب تغير الزيت لازم لازم. طيب اسالك بالله كم عمرك يا شاب؟ 18. متى اخر مره غير زيت قلبك؟ فحمات قلبك؟ قلبك له فحمات؟ له زيت؟ جابوا واحدة فلبينية في التلفزيون شفتها قبل رمضان وجابين أولادها أولاد أولادها، تدرون كم عمره يا إخوان؟ 137 سنة. أجهزة شغالة، من اللي شغلها يا حبيبي؟ ما في مكينة على أجر تشتغل هالمدة وأنت مشغلك الملك الموك سبحانه وتعالى، عيونك ورجولك ويديلك شوف شيء.